يعني كلمة عبد ديت كلمة مش حلوة. طب هو ليه ربنا ما خليناش ولاده مثلا؟ ليه ما خليناش قرايبه؟ ليه ما خليناش أبنائه؟ ليه عبيد؟ ليه احنا عباد الله؟ مش كلمة عباد الله ديت ممكن تكون نقص، بتنقص من قيمة الإنسان؟ يقول السيد المسيح عليه الصلاة والسلام: أنا لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيئا. واللي يقرأ القرآن بفهم وتدبر وتعمق لن يصل إلا لهذه النتيجة: العبودية. العبودية لله، بدون الله إحنا لا شيء، وبالله إحنا نستطيع أن نفعل تقريبا كل شيء. خلقنا وكتب علينا أننا نبقى ضمن نظام معين لا نستطيع الخروج منه، سواء رضينا أم لم نرضى. إحنا بشر نعيش على أرضه، نعيش تحت سمائه، بناكل رزقه، بنشرب ميته. إذن إحنا داخل السيستم، بنمرض من غير إرادتنا، بيشفينا من غير إرادتنا. محدش فينا اختار أبوه ولا أمه ولا جنسه ولا لونه، عبيد، شئنا أم أبينا. أنت ضعيف، بص على نفسك لما بيبقى عندك إسهال، شكلك بيكون مضحك، رايح جاي بتجري على الحمام، ولو الحمام مشغول بتضطر تخبط على الناس. مسكين ضعيف، مش قادر تتحكم حتى في بطنك، بتحاول تنام بالليل ما بتقدرش لأن الأرق أقوى منك، بتحاول تصحى الصبح بدري ما بتقدرش لأن النوم أقوى منك. يبقى كل واحد فينا سواء مؤمن أو غير مؤمن بالله هو عبد لله، سواء رضي أو لم يرضى. الفرق هنا هو أن في عبد صالح مطيع لله وعبد مجرم عاصي. أحب الخلق إلى الله هو أكثرهم عبودية لله، وأحب الخلق إلى الله هم الأنبياء، وكانوا هم أكثر الناس عبودية لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، فوصف أنه عبد تكريما له. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تكريم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إن ربنا وصفه بأنه عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بس برضو الناس يقولك العبودية حاجة وحشة، نيجاتيف جدا، يعني حاجة مهما كان العبودية شيء سلبي. لا، العبودية للبشر حاجة وحشة وسلبية. لازم نفهم ان في فرق كبير بين العبودية للبشر والعبودية لله. العبودية للبشر بالضبط عكس العبودية لله. العبودية للبشر عادة بتقترن بالكره لتماثل السيد والعبد، العبد والسيد بني ادمين متماثلين، في كره بينهم. السيد بيمص دم العبد وعرقه، عايش على خير هذا العبد. السيد عايش على خير عبده، والعبد كمان ملوش قرار، ملوش اختيار. يقول له اشتغل في الحظيره، لازم يشتغل في الحظيره، بكره في الحقل، بعده في رعي الغنم. ملوش شخصيه، بتلغى شخصيه العبد. العبد بيكره بعقوبات فوريه حالا، لو ما عملش بيعاقب فورا. اما العبوديه لله فبتقترن بالحب، والعبد هو اللي بيمص خير سيده. العبد عايش على خير سيده، والعبد له الخيار، بيختار في اللي أرادوا منه سيده. ربنا بيريد أشياء وإحنا بنختار، هو ربنا بيدلنا على الطريق الصحيح، وبعد كده فينا اللي بيختاروا أن يطيع أو لا يطيع. العبد ما بيكرهش بعقوبات فورية، يعني لما بيصليش قلبه مش بيقف، إلا ما بيصومش في رمضان ما بيجروش فشل كلوي، وإلا كان يبقى إجبار. العبودية للبشر بقى تقترن بالاكتئاب وبالقلق وبالغم، أما العبودية لله تقترن بالراحة النفسية، بالسلام الداخلي، بالسكينة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. يعني أنت عبد، تريد العزة اقترب من مصدر العزة. واحد عايز مية لازم يقترب من مصدر المية عشان يشرب الماء ويناول الناس الماء. تريد العزة تقترب من مصدر العزة. واحد عايز مية لازم يقترب من مصدر المية عشان هو ينال الماء ويناول الناس الماء.
نفس الكلام، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لازم تقترب من مصدر العزة عشان انت تنال العزة وتناول للناس العزة. لازم نعرف احنا في الدنيا دي عايشين في عدة سجون، ناس كتير مننا عايشين جوا سجن الخوف من الفقر، وناس عايشة جوا سجن الخوف من المستقبل، وناس عايشة جوا سجن الخوف من الظالم، وناس عايشة جوا سجن الحرص على الدنيا. لا يحررنا منها كلها إلا العبودية، العبودية لله. سجن الخوف من الفقر يحررك منه التوكل على سيدك ورازقك. سجن الخوف من المستقبل يحررك منه التوكل على علام الغيوب سيدك. سجن الخوف من الظالم يحررك منه التوكل على سيدك القوي الجبار. سجن الحرص على الدنيا يحررك منه التوكل على سيدك الغني المغني الرزاق. جات لي وانا في امريكا واحدة سيدة ملحدة طلبت مني اشرح لها الاسلام، فبشرح لها اقسام الايمان الستة: الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر. فانا بكلمها عن القضاء والقدر بكت بكاء شديد، فانا استغربت، يعني هي سايبة اقسام الايمان كلها الكلام عن الله وعن الرسل واليوم الاخر وجاي تبكي في القضاء والقدر. فقلت لها ليه بتبكي؟ قلت لي لان انا ملحدة، ولان انا ملحدة انا رازقة نفسي، فبضطر اشتغل شغل مضاعف عشان احوش، لاني عارفة اني عند سن معين مش هقدر اشتغل وهحتاج مدخرات، وفي نفس الوقت عشان انا ملحدة انا مسؤولة عن امني، انا اللي بحمي نفسي من المخاطر، بالتالي لا بركب قطارات ولا طيارات ولا سيارات لاني بخاف من الحوادث، والاتنين دول عكس بعض، لازم اشتغل كتير جدا جدا وعامل فلوس، وفي نفس الوقت انا بخاف من وسائل المواصلات ولازم اعمل الشغل ده كله بدون وسائل التنقل السهلة. لما سمعت منك القضاء والقدر عرفت ان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتريح اعصابي، ان في من يرزقني وفي من يحميني، ان كل ما علي هو ان انا اخد بالاسباب واسيب كله بعد كده على اللي بيرزقني وعلى اللي بيحميني. العبودية لله شرف وفيها كل الحرية. الإيمان بلا إله إلا الله مش معناه بس إن أنا مش هعبد إلا الله، لا إله إلا الله معناه إن أنا لا أعبد إلا الله ولا أخاف إلا من الله ولا أطلب إلا من الله ولا أرجو إلا الله ولا أدعو إلا الله ولا أشكو إلا إلى الله ولا أحب إلا الله وما يحب الله ولا أكره إلا ما يكره الله. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن الكريم بأنه هو المحرر الذي يحرر الناس من القيود والأغلال. ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بيقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لذلك اللي بيتعالى على الله بيستعبد في سجون الدنيا.